بصراحه زميلتنا ريم التيتون بردت على قلوبنا من خلال هذه الفقره الجميله والمنوعه، دائما تطلع لنا فقرات حلوه وخفيفه. كثير من التساؤلات تدور في المجتمع وخصوصا عالمنا، وهذه التساؤلات تدور عن حقيقه الام الكويتيه اللي دائما تتحمل الاعباء في تعليم الابناء اكثر من الرجال، وليش دائما الام عليها كل الثقل في تعليم اولادها وابنائها، وليش الرجل او الزوج ان صح التعبير ما يشارك المراه في مذاكره الابناء وتهيئتهم للعام الدراسي الجديد. كلها اسئله تدور في اذهانكم حتى في ذهني انا باعتباري ام ووليه امر. هل العبء في اعداد الابناء للدراسه مسؤوليه الام ولا ايضا الرجل لازم يقعد مع عياله ويدرسهم؟ خليكم معانا لبعد شوي. نرحب بالاستاذة الهام القطان، معالج سلوكي ومدرب تنموي. يا اهلا مرحبا فيك استاذة، يسعدنا حضورك وتواجدك ايضا معنا اليوم في برنامج بعد السادسة. على قولتهم الواحد القلب خلينا نقول متروس يعني في بعض النساء. هل تعتبر بالفعل استاذة الهام المرأة الكويتية في تعليم الابناء هي بديل للرجل في المذاكرة مع الابناء؟ أول شيء أشكركم على هذا الموضوع أمانة الحساس نوعا ما، لكنه جدا فعلا مهم. يعني أغلب يعني المشكلات اللي تصير في الأسر تصير بسبب سوء توزيع الأدوار ما بين عمودين البيت اللي هم الأب والأم. إذا كانوا طبعا في بيت واحد، بعد إذا كانوا مطلقين يعني ممكن تكبر يعني موضوع المشكلة هذه. المشكلة تنحصر في توزيع الأدوار الحقيقي والإحساس بالمسؤولية الحقيقية والثقافة في معنى دوري أنا في الأسرة شنو. يعني أنا هذه كلها أفقدها. دوري شنو في الأسرة؟ أحيانا أمهات وايد طبعا الأغلبية يشتكون أن كل شغل علي. أنا أروح الجمعية، أنا المدارس، أنا الطبيب، أنا هدومهم، أنا ألعابهم، أنا مناسباتهم، أنا بيروحون عند ربعهم، أنا يبون يشتغلون وايد، كل هالأشياء مشكلاتهم. حتى بعدين لما يكبرون شوية سن المراهقة ما يكلمون الأبو، يستحون يروحون حق الأم. يعني أغلب المشاكل تصير في هذا الإطار. فتتعب طبعا لين توصل لمرحلة الانفجار للأسف. فتبلش هني المشكلات تكبر وتوضح بشكل يعني نوعا ما يأثر على الأسرة بشكل سلبي. نعم، وتلوم أيضا خلينا نقول الأب. يعني خلينا نقول دائما يعني في حقيقة دائما المرأة الكويتية خلينا نقول، وأنا تكلمت يعني أستاذة ألهم أن العبء الأكبر مثل ما تفضلتي في تهيئة دائما الأبناء من جانب التعليم يكون عليها إهياء. نعم، شوفي إحنا لو نسأل الرجل مثلا تعرف تطبخ يقول لا، مع أن الحين في بعض الرجال فنانين بصراحة. يعني يصير إيه؟ تعرف تطبخ؟ لا. ليش؟ ما أقدر أتعلم الطبخ مثلا. كلمة ما أقدر هي أصلا مو صحيحة. لأن ماكو إنسان ما يقدر. إذا اضطر لازم يطبخ حق نفسه طبعا. مثلا هذا واحد. نفس الشيء في التعليم، إذا الأم اليوم ما درست عيالها، أو خلينا نقول ما نبي نقول تدرس كثر ما أنها هي تراجع معاهم، تحضرهم لثاني يوم في المدرسة، لأنه أوريدي في المدرسة الطفل قاعد يدرس. فهو المفروض هني بس يراجع معاه، يشوف واجباته ويحضر معاه. شيك عليه، ما نبي منه شيء، مراجعة ويشوف مستواه. وعلى فكرة ترى هو ترى بس بالتأسيس. بالنهاية أنا من وظائف أيضا التعليم إن أنا أعلم الولد يعتمد على نفسه. أنا ما راح أدرسه هذا طول عمره. أول فترة هي تأسيس. أي نعم. ففي التأسيس إذا كانوا الأثنين حريصين الولد يكون مختلف عن إذا كان شخص واحد حريص والثاني يقول والله أنت مدوخراسك ترى وأنت تدرسينهم عدل، والله أنت ما عندك سالفة. هو يبي يدرس يدرس، ما يبي يدرس كيفه هو بالأخير الحين طبعا لا، لأن الحياة مشاركة بين حس مسؤولية. الزوج والزوجة هذه حس هذا اسمه حس المسؤولية. هي مو مسألة كيفه، هو هذا طفل هو ما يدري الحين أصلا شنو مصلحته. عدل، علشان يتعلم لازم يتدرب. من وين يتدرب؟ من الأسرة. ليش من الأسرة مو المدرسة؟ لأن لما يكون المعلم قدامه 20-30 طالب، مو مثلك أنت كأب أو كأم قدامكم 2-3 أطفال، راح تركز أكثر. فراح يتعلم في البيت أكثر. الآن المرأة حريصة أكثر من الرجل أمانة بطبيعتها. ولو نرجع نلاقي أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك طبعا، يعني 75% الأم. فالأم ككلمة أم، هي ما تكلم عن المرأة ولا تكلم عن الزوجة، الأم الأمومة. ففطرة الأمومة الطبيعية اللي رب العالمين حاطها وغارسها في هذه المرأة
أو هذه الأنثى حتى يبقى حتى لو قطوة. نعم. هذه الأنثى يعني يعطيها حس المسؤولية إنها تكون حريصة على نجاح هؤلاء الأولاد في كل شيء، صحتهم، حلو، علاقاتهم، نعم، دراستهم، أسلوبهم، لبسهم، ترتيبهم، كل شيء. يعني هنقول أيضا أستاذة، ماذا تحتاج المرأة الكويتية عشان تكون سند حقيقي فعلا لأبنائها لعام دراسي جديد مقبلين عليه؟ تحتاج إلى الدعم، تحتاج إلى التشجيع، تحتاج إلى التقدير، تحتاج إلى المساهمة، تحتاج حتى لو أقول لها يبا شنو أقدر أنا أسوي، شنو أنا أقدر أخدمك فيه، قولي لي حتى لو انت تعطين، انت القايد، انت قائده المنزل الان، دام انت قاعد تراعين الاولاد، انت قاعد تدرسينهم، انت تحرصين، لان امانه الحين احنا في زمن يعني مو سهل في التطور، سريع لدرجه انه اصلا انقلب المثل، يعني في المثل كان يقول اللي اكبر منك بيوم افهم منك بسنه، عدل، الحين لا، اللي اصغر منك بيوم افهم منك بسنه. ليش؟ لان مع التطور والتكنولوجيا صاروا الأولاد وانت قاعدة تكلمينهم يبحث عن المعلومة ويطلعك غلط. بالضبط. يعني فهل كثر لازم الأم والأب يكونون حريصين ان حتى لما يقول المعلومة لازم يكون متأكد عارف منها. نعم. متأكد منها. نعم. يعني جيل ما عاد هو فقط قاعد كذي وناطر التلقين منك. لا، جيل متفتح على جيل شيء. العالم بيده، هي عولمة. تطور. العالم بيده. أي بأي لغة يبحث عن المعلومة راح يجدها. يدش العم جوجل. إذا ما عجبك المكتوب يبلك مرئي. إذا ما عجبك مرئي يبلك مسموع. والله صادقة. يبلك المعلومة يبلك إياها بتقارير موثقة. نعم. تحتاج الأم أمانة أمام الخضم الكبير من التطور اللي إحنا فيه، ونوعا ما ترى خطير إذا كنا للحين متمسكين بمشية السلحفة. عدل. ما ينفع. إحنا دائما نقول كل شيء له ضريبة، والتطور له ضريبة. التطور يحتاج لوعي. نعم. التطور يحتاج أن أنا أركض وراء هالتكنولوجيا. يعني خلينا نقول أيضا أستاذة، ماذا تحتاج المرأة نفسها لتهيئة الأبناء مثل ما تفضلتي للتعليم والدراسة في ظل عالم التكنولوجيا والتطور نفسها؟ تحتاج أنها تكون واعية. واعية. تبحث، تسأل، تستشير، تستنير. تحتاج أنها تقرأ، تحتاج أنها تجيب المعلومة الصحيحة. الأولاد مو متشابهين، ترى احنا قاعد نتكلم بالعموم، لكن الأم لما أي تقول عندي 4 أولاد بس كل واحد طريقة تدريسه غير، طريقة الكلام معه غير، طريقة احتوائه غير، طريقة تفهيمه غير، هذا شوية سريع فطين لبيب، هذاك لا يبي لا أحن، يعني هذا 5 دقائق هذا ساعة، هذه لازم تكون فطنة الأم على هذه الأشياء. نعم. أمانة هذا يحتاج لها وعي. يعني هذا الزمن احنا دائما نقول الأمية الحين في الكتابة والتكنولوجيا وكذي ما عادت الحين. نعم. الكل قاعد يستخدم هاي الأشياء. الحين صارت الأمية في الوعي. الحين اللي مو واعي، مو ما يلقطها على قولتهم وهي طايرة يعتبر أمي. نعم. دام ذكرتي أكثر شيء الأم، يعني بكل صراحة هل تعتقدين أن المسؤولية الأكبر والعبء على الأم نفسها أكثر من الرجل؟ 75%. لأن ذكرتي الأم. نعم. ما ذكرتي الرجل، فأتوقع أن الرجال شوي ولا دور. أي نعم. إحنا ما نقول 25 يعني ضعيف، لا. هذا 25 ممكن بس الأكثر يكون للأم نفسها. طبعاً. بكل صراحة. طبعاً. نعم. كدور هي طبعاً، شوفي التعليم أو التدريس أو شغلة مثل هذه ما حد يقدر يقول هذه لا هي مسؤولية قانونية ولا هي مسؤولية شرعية، ترى نعم. هي مسؤولية ذاتية. هي الأم إذا يهمها أن هؤلاء الأول، طبعا أفضل استثمار استثمار العقل البشري. نعم. إذا يهمها هذا الاستثمار خلت تشتغل على عقلهم، راح تحصل ثماره بالضبط بالنهاية. يعني إحنا لما ندرس، كل إنسان يدرس يتخرج بالنهاية. عدل. إذا ما درس راح يعيد راح يتخرج راح يتأخر. في التربية نفس الشيء. نعم. إذا ربينا صح من البداية راح نتخرج بسرعة ويكون خلصنا مهمة التربية. إذا ما ربينا صح لين 50 سنة هذا الولد وحنا نربيه. نعم بالضبط. الواحد فعلا يحس بهالأمور. وأنا أوجه أيضا تحية لأمي ولكل أم. الأم بالفعل أستاذ إلهام أوطان صغيرة في كل واحد فينا، وطن صغير في حب واحترام الأم، عسى الله يحفظها يا رب ويخليها طبعا لنا وللجميع. فعلا الأم تجتهد، والأم دائما تكون صبورة وتعاني، ودائما تكون خلينا نقول يعني هي الجزء الأكبر في الحياة اللي يكون عليها خلينا نقول التحمل الكبير. نعم. يعني الأب طبعا له دور، وإحنا ما ننكر دور الأب، يعني إحنا ما نقول كل الرجال نفس الشيء، ولكن أصابع عيدنا مو سوا في بالفعل اللي يهتم واللي يجابل. أيضا وجه لهم تحية عشان ما يزعلون. هل سادة إلهام مناصرة للمرأة؟
والله هي ركن أساسي أمانة في المجتمع، مو أنا اللي أقوله يعني، هذا يشهد للعالم والأجيال كلها يعني. فهي عنصر رئيسي في المجتمع أمانة يعني. إذا الرجل كان يجاهد في حياته خارج المنزل، الحين المرأة داخل وبرا المنزل، كل مكان قاعد جاهد. نعم، يعطيك العافية. كل الشكر للأستاذة إلهام القطان، معالج سلوكي ومدرب تنموي. راح ننتقل إلى المشاريع والإنجازات اللي رصدها جهاز متابعة الأداء الحكومي في مجلس الوزراء، المليء بالتفاؤل والمستقبل الواعد والمشرق أيضا بالتطور والازدهار.